صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 26 لسنه 2020 بتعيين نواب للمحافظين جاء فيه انه يعين في المحافظات الساده التاليه اسماءهم العميد عبد الله خليفه عبد الله الجيران نائبا لمحافظ محافظه المحرق العميد خالد ربيع حمد الاسنان نائبا لمحافظ المحافظه الشماليه العميد عيسى ثامر عبد الله الدوسري نائبا لمحافظ المحافظه الجنوبيه وتكون مده تعيينهم اربع سنوات